عزيز ومحسن القرني، هذه هي اسماء الفيصلوية التي تدخل من خلال شوط المباراة الثاني دون اي تغيير. محاولة مرور راشد الرهيب يحاول ينال من كرة، ولكن اخيرا التغطية موجودة الفيصلوية مع كرة لمصلحة المنطقة الخلفية لاحمد البحري في منطقة محمد الراشد يحاول ينال من كرة. شوف خلينا عن الفلسفة من ناحية عمر عبد العزيز. كرة واضحة تماما لاحظ معي تلعب بالنار. شوف لاحظ معي في عملية سحب، وبالتالي واضح الأمور في هذا القرار اللي صالح الهذلول. خطأ من الأخطاء العشر هنا عملية السحب، وبالتالي ربما الأربعة، وهناك من 12 ركلة جزائية باولو جورج جول للاتحاد عن طريق باولو جورج. يا جماعة خلوهم مثل ما يقولون، ومهما صار ومهما تم انت البدايات يا عميد واخر ساحل ومين صدقني.